conditional type 2, بالنسبه للكونديسيون الثاني conditional type 2, I don't have her address, I can send her an invitation. يعني انت كاز مع صحابك كديروا ديز انفيتاسيون كتصيفطوهم بعضياتهم, واحد فيهم ما عندكش الادريس كتقول I don't have her address, I can send her an invitation. يعني ما عنديش لا بوسيبيليتي باش نصيفط لها انفيتاسيون. ولكن في هذه الحاله هذه ممكن واحد في الاخر في الفرنس اللي انت معاهم يقول لك ها ويت ساره علاش كتهضر, داكو عندي لادريس ديالها غنعطيك. دونك الا تعطاك لادريس ممكن ان لا كونديسيون تحقق. دونك شوفوا هذا السنتيس كيفاش ممكن تولي في الكونديشنال. الا بغينا نرجعوا للكونديشن هذا هو الواقع وهذا هو لا كونديسيون ديالي. اذا الكونديشنال غادي يولي كيف التالي. If I had her address, okay, that would be of course here, I would send her an invitation, okay. Well, if not reality, شنو هي الرياليتي؟ لا رياليتي I don't have her address, ما عنديش. No, I can't. ما عنديش البوسيبيليتي باش انني نرسل لها ميساج. مي هاد لا رياليتي تبدلات ملي درت الكونديسيون. شنو قلت؟ لو كان عندي if I had her address, لو كان عندي الادريس I would send her invitation. ولكن هنا هذا كيبقى غير كونديسيون. واش في لا رياليتي حنا عندنا الادريس او عندك انت الادريس؟ طبعا الحال ما عندكش الادريس, شتي؟ وما يمكنلكش تصيفط. دونك كتبقى هذا غير كونديسيون حطيتيه شرط. قلتي لو كان كان الادريس دونك كنت غيمكن ليا نصيفط لها انفيتاسيون. هنا شفنا الverb, هاد الverb شبيه متشانجا بطبيعة الحال, وهنا تاني عاود تشانجا هنا في الكونديسيون. شنو الشانجمون الأولى؟ هو أن عندي if بلس اش السنتنس الأولى كتوصل حتى لهنا, والسنتنس التانية كتقسم لها. دونك if I had her address I would send her an invitation. if بلس what بلس simple past fashion في البارت الأولى بلس would بطبيعة الحال من ورا would يقدر يكون عندي verb or their infinitive. Je pense كلشي كتعرفوا بير. مين ما كيعرفش بير انفينيتيف؟ بير هو شي حاجه حفيانه. دونك بير انفينيتيف تنعني بيه تو جو, تنزولوا هذيك تو وتنخليوها غير جو. That's the bear. That's what is meant by bear infinitive. Okay, right? That's what the what we mean by. So that, this is the rule here. وغنشوفوا هذه هي. Okay? عندنا if plus past, if past. Plus would and the verb. Okay. إذا هذه هي الرياضي. I don't have her address. شنو هي هذه؟ Of course غادي تلاحظوا مرة أخرى أن I don't have address. Her address negative. ما عنديش أنا address لأن الرياضي فيها negative. هنا ولات عندها plus. I can't. كانت negative. هنا ولات عندها positive sentence. لأن أنت فاش كتمنى واحد الكونديسيون أو كتفكر في واحد الشرط كتفكر في العكس ديال الأمور. أنت ما عندكش الأدريس. كاين شي تصيفط انفيتاسيون مي لو كان كان عندك لادريس ممكن تصيفط. فكيولي عندي بلس ماينس بيكامز بلس ماينس بيكامز بلس اند ذيس از كونديشنال تايب 2. اوكي هير واحد النقطة أخرى اللي غادي نشير ليها هو أنني نقدر نعطي كونديشنال بهذه الطريقة. I would send her an invitation. اوكي if I had her address. Okay? And the sentence will be this way. If I would send her an invitation if I had her address. So we would have to use the part of the sentence, the condition. So we would have part of the part. So we would have to use the part of the sentence.